مساء الخير عليك زميلي محمد، كل التحيه ليك طبعا ولقدنا الرياضي الكبير الاستاذ طارق الادور. تحياتي ليك في البدايه، وعايز ادخل معاك في الاجواء سريعا لان مفيش وقت يا محمد. يا ريت. اللحظات قليله جدا ويتوجه للنادي الاهلي الملعب محمد بن زايد الاسابل هذه المباراه. كل الامور التنظيميه حاجه رائعه جدا يا محمد، طبعا يمكن كنت متواجد انت اكتر من مره في الامارات وعارف يعني ايه الشعب الاماراتي او المصريين الاماراتيين ينظموا بطوله السوبر وتحديدا في اماره ابو ظبي. الامور كلها تنظيميا بالنسبه للاجواء الخاصه بمباراه سوبر على اعلى مستوى. ينقصنا ان شاء الله يا محمد لعيبه النادي الاهلي تكون مركزه بشكل كبير. التدريب الاخير كان واضح الجديه وواضح الحماس التحفيز الكبير جدا من جمهور النادي الاهلي، اللي كل ما تمشي خطوه تلاقي جمهور النادي الاهلي بيوجه رسائل للعيبه. السوبر الاهلي لابد ان احنا ان شاء الله نلعب بكل قوه، 11 راجل في الملعب، كل الاحاديث كلها ان شاء الله على هذه المباراه. والجمهور يا محمد كمان النقطه اللي كل مره بتكلم فيها، جمهور النادي الاهلي النهارده هيكون متواجد يصل الى 27000 مشجع اهلاوي ان شاء الله. يعني حاجه هتكون ان شاء الله تزين استاد محمد بن زايد. انا في اللحظات اللي انا بكلمك فيها محمد خلاص لعيبه النادي الاهلي توجهت الى المحاضره الفنيه الاخيره اللي خلاص يعني نقدر نقول 10 دقائق المحاضره، ومباشره حافله النادي الاهلي منتظره فريقه للنادي الاهلي بموكب كبير جدا 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 يوصل ان شاء الله الى استاد محمد بن زايد. اكيد مع التامين يمكن الطريقه محمد 15 او 16 دقيقه، لكن مع التامين الموضوع ممكن يكون اقل شويه. احنا قلنا قبل كده النهارده اليوم بيبقى مزدحم شويه في الامارات وتحديدا اماره ابو ظبي، لكن يمكن الجهات الامنيه ومسؤولين هنا طبعا عن التحرك وعن التنسيق بالركاب الخاص بفريق النادي الاهلي عاملين طريق رائع جدا ومميز جدا. امبارح كانت في بروفا كمان على هذا الامر، يعني من خلال توجه النادي الاهلي امس للتدريب الاخير كان في بروفا على التحرك ازاي الموكب هيكون ماشي في صف واحد. يعني ان شاء الله باذن الله هتشوف حاجه رائعه جدا، ومن خلالك اكيد يا محمد ومن خلال الاستوديو التحليلي مرورا طبعا بالكابتن اسلام الشطر هيكون معاك، والتحرك على الهواء مباشره. طيب باذن الله ننقل الاجواء هناك، نشوف اراء الجماهير، الحضور باذن الله يا محمد، نحطك في الاجواء ودعواتك طبعا ودعوات كل جمهور النادي الاهلي باذن الله يا محمد يكون التوفيق حليف الاهلي. انا معاك يا محمد برضه. طيب لو في اي استفسارات كريم. طبعا الاحساس اللي انت فيه دلوقتي ده احساس بيبقى جميل جدا، لان الحاجه المميزه دايما مع بعثه النادي الاهلي في اي مكان في العالم وتحديدا في دوله الامارات العربيه المتحده حاله الدفء اللي بيحس بيها اللعيبه والجهاز الفني بوجود جماهير النادي الاهلي عند الاوتيل. الحاله اللي حواليك لو الكاميرا اللي معاك يعني المصور يدينا لقطات وانت بتتكلم مثلا الجو العام قدام الاوتيل، مشهد الجماهير وعند الاوتوبيس والحافله اللي هتتجه ان شاء الله، لان انا واثق ان الطريق من فندق الاقامه حتى ملعب محمد بن زايد اكيد هيبقى عرس رياضي واحتفال كبير جدا من الجماهير اللي بالفريق ان شاء الله قبل موعد اللقاء، وده بيدي دفعه قويه جدا للاعيبه قبل الماتش ان شاء الله. يمكن بتفق معاك يا محمد تماما في كل الكلام، كل جمهور النادي الاهلي يعني انا ما بشوفهاش كتير، يعني يمكن بتشوف جمهور النادي الاهلي في مصر وفي كل حته في افريقيا، لكن تحديدا هنا حاجه مميزه جدا، وممكن بتشد من اذى اللعيبه بشكل كبير. يعني مش قادر اقول لك هنا على التجمع، يمكن انت طبعا بتطلب مني ان يكون في جوله كامله، لكن انا يمكن قادر اقول لك ان هو في مكان محدد شويه لان في رولز هنا محطوطه لفريق النادي الاهلي، لان فاصلين بشكل كبير جدا يكون الميديا متواجده في مكان والنادي الاهلي او خروج اللعيبه للمحاضره في مكان اخر. لكن باكد لك محمد الحضور اللي متواجد حواليا مجموعه كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي اللي يمكن متواجده في فندق الاقامه من اول اليوم كان فيه النادي الاهلي، رغم الجمهور اللي متواجد يا محمد لكن كانوا عندهم حاله ان هم يحافظوا على اللعيبه، ما يبقاش فيه احتكاكات، يحاولوا ان هم اي تجمعات اي تشجيع يكون بعيدا عن المنطقه اللي فيها لعيبه النادي الاهلي. هو ده الجمهور النادي الاهلي، ما بنشوفش الكلام ده مع اي جمهور تاني. زي ما قلنا سر نجاح النادي الاهلي في جمهوره اللي عايز يحافظ عليه عايز يدعمه بشكل كبير جدا، وهو ده اللي ان شاء الله يا محمد باذن الله بنتمنى ينعكس في ملعب محمد بن زايد. الهتاف التشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه هو ده ان شاء الله باذن الله يكون سر نجاح النادي الاهلي مع شخصيه البطل وروح الفانيلا الحمراء. هنراهن على الكلام ده ان شاء الله يا محمد، وباذن الله ثقتنا كبيره جدا في كل اللعيبه. اخر سؤال يا كريم كالعاده، ونعود من هنا منتصرين يا محمد باذن الله. اخر سؤال سريع، انا عارف عشان توقيت الهوا، كل اللاعبين في المحاضره ال 24 اللي موجودين في المعسكر موجودين حاليا في المحاضره مع ريني فايلر استعدادا لاعلان التشكيل والتوجه للاستاد ان شاء الله. يعني هو الكل متواجد طبعا يا محمد باستثناء، يعني اقدر اقول لك اكيد بقى مع رمضان صبحي متواجد، لكن يعني مع اللي قاله مستر ريني فايلر ان رمضان صبحي خارج هذه المباراه ده يمكن تم سؤالي سريعا كده. رمضان صبحي قال لا انا بالفعل النهارده خارج المباراه، لكن ان شاء الله باذن الله الكل يكون متواجد. كنا محتاجين كل اللعيبه تكون النهارده متواجده، ما يبقاش في اي اصابات ما يبقاش في اي جداد، لكن ان شاء الله باذن الله 11 راجل يكونوا متواجدين النهارده في ملعب المباراه، الكل متواجد في المحاضره. وباذن الله يا محمد انا اتوجه بالبعثه الكامله باذن الله ملعب محمد بن زايد، وهتابع معاك في خلال لحظات ان شاء الله. شكرا جزيلا زميلي العزيز كريم احمد من امام فندق اقامه فريق النادي الاهلي في اماره ابو ظبي، والكواليس والاستعدادات الاخيره قبل تحرك الفريق الى ملعب محمد بن زايد. موقف ومشهد بيبقى رائع والواحد بيتذكره كل سنه يا دكتور طارق، بجد 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 حاله جميله جدا بيعملها جمهور الاهلي في اي مكان الاهلي موجود فيه. فعلا ده حتى في اليابان حتى كاس العالم للانديه كانت بتبقى يعني حاجه غريبه جدا، المصريين جمال قوي. انت عارف انا ما شفتش بلد
ليها ناس كده في كل حته زي مصر والبرازيل. البرازيل تلاقيها برضو جمهور في كل حته أو في كل مكان في الدنيا. مصر والبرازيل من اكتر الدول اللي موجوده.